ومن أخبارنا المحلية نبدأ بالإسماعيلي، حيث أعلن مسؤولو نادي الإسماعيلي تعاقدهم مع البرتغالي بيدرو بارني مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا لأبو طالب العسوي الذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي سباستيان دي سابر. هذا وقد وقع البرتغالي عقده مع النادي ظهر اليوم قبل أن يقود مران الفريق استعدادا لملاقاة الإنتاج الحربي السبت المقبل في الجولة 22 من مسابقة الدوري العام. ومن جانبه صرح المدير الفني الجديد للإسماعيلي بأنه سعيد بالعودة إلى مصر، خاصة وأنه كان مساعدا لمواطنه مانويل جوزيه وقتما كان مديرا فنيا للنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه يحمل ذكريات رائعة في مصر ولديه أصدقاء. وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدعوة إلى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية للمحليين الذي يجمع منتخبي المغرب ونيجيريا الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء. وقد أعرب أحمد حسن عن سعادته بالدعوة لكونها تقديرا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدا حضوره لهذا العرس الكروي الكبير ملبيا الدعوة. وجدير بالذكر أن أحمد حسن توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات وحصل على جائزة أحسن لاعب إفريقي بالبطولة في نسختي 2006 و2010. عاد إلى القاهرة محمود فايز المدرب المساعد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني من المغرب بعدما شارك في ورشة عمل خاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكانت بصحبة فايز الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، حيث شارك في ورشة العمل الخاصة بالمنتخبات الإفريقية الخمسة المتأهلة إلى مونديال روسيا الصيف المقبل. فاصل قصير ونعود إلى الأخبار العالمية، ابقوا معنا.